السلام عليكم مرة أخرى مع دروس بسيطة وسهلة وسريعة وشروحات مفيدة. في هذا الشرح السريع كذلك طريقة لعمل لمسح سجل أبديت أو سجل ترقيات أو تحديثات لويندوز، كيف ذلك؟ عن طريق هذا الملف البسيط بات، تجدون روابط الوصول إليه تحت الفيديو. سنقوم بفتحه. ماذا يوجد في داخله من أوامر؟ نشاهد فيه أمر فقط هو باور شيل، هذا هو يتم تنفيذه كذلك في الباور شيل، لا يهم، سنقوم بتنفيذه بهذه الطريقة أفضل. نقوم الآن بالدخول إلى سجل التحديثات، من هنا ستارت ثم سيتنج، نبحث عن ابديت سيكوريتي، نصل إلى هذا المكان، من هنا تقوم بتحديث الويندوز لديك في كل مرة. فنجد هنا View Update Historic سجل، فتجد التحديثات السابقة وكثيرة ومتنوعة، فهي تحديثات لبعض الملفات وغلق بعض الثغرات وغيرها من الأمور. سنقوم كما شاهد 9/5/50/12 الكثير منها، هناك ما تعمل حاليا وهناك منها ما تكون غير نافعة. سنقوم الآن بتنفيذ هذا الخطوة ونشاهد، بمجرد الضغط على هذا الملف يتم الآن، عفوا سنعيد، نقوم بالضغط كليك يمين وننفذ هذا الملف بأدمنستراتور، ران از أدمنستراتور. الآن يتم تنفيذ، نشاهد بعض الأوامر هنا ابديت وغيرها. الآن تم حذف ذلك السجل، نريد التأكد، نعود مرة أخرى إلى ستارت ثم سيتنج ابديت سيكوريتي، مرة أخرى سجل، اختفى كل ذلك السجل وتم مسحه تماما. كما شاهدنا تم مسح تلك السجلات لأنها غير مفيدة في النظام. كان هذا شرح اليوم، شكرا للمتابعة، لا تنسى الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك. إلى الشرح القادم، سلام.